السلام عليكم يا أمي. وعليكم السلام. سأخلع ملابسي لأسرع باللعب مع صديقاتي. جنى، لا تنسي تعليق الزي المدرسي على علاقة الملابس، وألا تضعيه بالخزانة، ولا تنسي وضع الحذاء بمكانه وتهويته وغسل الجوارب. تمام 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 يا أمي. سأجعل أمي تندهش من اهتمامي وعنايتي بملابسي. هي تظن أنني مهملة، لكن سأغسل الزي في الغسالة على أعلى درجة حرارة حتى ينظف وتذهب البقع. يا إلهي، وضعت الزي وملابسي بالغسالة حتى تنظف، لكن ماذا حصل؟ لقد تلف الزي وتغير لونه وتداخلت الألوان وتغير ملمس القماش. آه، ستوبخني أمي، ماذا سأفعل؟ هذا درس لك يا جنى. بالمرات القادمة يجب عليك قراءة بطاقة البيان لتتعرفي على نوع النسيج. فالأقمشة الصناعية لا تتحمل الحرارة العالية ومصاحيق التنظيف ومواد التبييض، على عكس الأقمشة القطنية فهي تتحمل ذلك. ويجب عليك إزالة البقع قبل الغسيل. حسنا يا أمي،